منتخب شباب اليد بيحصد برونزية بطولة العالم بأسبانيا عقب الفوز على البرتغال. منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني طارق محروس حقق المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية بعد ما كسب طبعا منتخب البرتغال بنتيجة 37-27 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة، واللي انتهت من دقايق في البطولة واللي بتتلعب في أسبانيا. منتخبنا شرف كل المصريين وناس كتير كانت بتتابع أخباره بعد النتائج الهائلة اللي حققها في البطولة دي. مصر كسبت 7 مباريات ورا بعض، وده إنجاز كبير جدا لأن مصر أول بلد غير أوروبي يحقق الرقم ده في بطولات العالم. وطبعا لعيبة منتخبنا كانوا بيكسبوا جايزة أفضل لاعب في كل ماتش وبعد كل مباراة بنلعبها باستثناء ماتش واحد وهو ماتش فرنسا طبعا. بس في مصر في مشوارها في البطولة دي كانت كسبت أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا وفرنسا وصربيا والنرويج قبل ما يخسر منتخبنا بصعوبة جدا قدام منتخب فرنسا امبارح بنتيجة 37-35. طبعا مبروك لمصر ولكل الناس اللي بتهتم بالألعاب الأخرى اللي دايما بترفع اسم مصر لفوق جدا، وإن شاء الله اللعيبة دي يعني تكون جاهزة وحاضرة مع منتخبنا الأول في بطولة العالم للكبار واللي هتتلعب هنا في مصر كمان سنتين إن شاء الله.